إذن إشارة غير سارة من الولايات المتحدة قد تغير بعض الموازين بعد ارتفاع أرقام التضخم بأكثر من المتوقع في يناير، فهل سنرى رفعا للفائدة بمعدلات أعلى من المتوقع؟ مخاوف الاستمرار في تشديد السياسة النقدية دعم الدولار وضغط على الذهب، نرى الدولار مرتفع بثلاثة أعشار نقطة مئوية بينما الذهب بعشر النقطة المئوية. إذن كان المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة أيضا بخمس مرات متتالية لتصل على الودائع لمستوى 2.5% من النطاق السالب في يوليو 2022، وآخر البيانات تراجع معدل التضخم في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي، ولكنه مازال أعلى بواقع خمس مرات عن الهدف الذي وضعه بنك إنجلترا. معظم الأسهم الأوروبية تتحرك في نطاق ضيق اليوم، مع تراجع سهم بنك باركليز البريطاني بعدما أعلن أرباحا مخيبة للأمال وهبوط بعض الشركات الكبرى أيضا بعد تهاوي إيراداتها. في أسواق النفط رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي مشيرة إلى تخفيف الصين للقيود، وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي سيرتفع بنسبة 2.3% بزيادة 100,000 برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر السابق، في ظل تقارير أيضا أظهرت ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ منتصف 2021، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار. واصلت أسعار النفط التراجع بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وحدوث ركود اقتصادي، وذلك بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ووسط ترقب لمزيد من إجراءات رفع الفائدة. إذن هذا للمزيد من التفاصيل يسعدنا يكون معنا وليد الحلو مدير أبحاث السوق في شركة أمانة كابيتال. أهلا وليد. أهلا وسهلا وليد. إذن لنبدأ مع بيانات التضخم الأمريكية، يعني الأسواق قلقت من هذه البيانات التي صدرت وربما تكون أثرت عليها، بالتالي ما قراءتك لها؟ يمكن أنباء التضخم ما جاتش يعني بتدعم المتفائلين أو المتشائمين، يعني يمكن إذا بنتكلم على التراجع في التضخم فنعم في هناك تراجع في التضخم، ولكن التراجع أقل من التوقعات. فالفكرة أن الأسواق حسب المخاطر أن الجزء القادم من معدلات التضخم غالبا مش هيكون بنفس السهولة من الجزء اللي كان موجود قبل كده واللي انتهى سريعا، والفيدرالي الأمريكي هيكون لديه المزيد من الأسباب عشان يواصل التشديد الخاص بيه، وده اللي احنا سمعناه من معظم أعضاء الفيدرالي الأمريكي. فنقدر نقول أن نعم هناك تراجع في التضخم ولكن ليس بالشكل المطلوب. طيب كيف ترى القفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في هذا التوقيت؟ بالضبط، يمكن هي ده التركيز الرئيسي. الفيدرالي الأمريكي غالبا سيستهدف معدلات فايدة أعلى لفترة زمنية أطول، وبنفس السياق ده غالبا هيكون هو بيسبق معظم البنوك المركزية، فده هيعزز قوة الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، والأسواق هتبتدي أن هي بتسعر أن الفايدة هتكون فوق مستويات 5% وستبقى فوق مستويات 5%. فعشان كده في هذه المرحلة أعتقد أن توقعات السوق بتختلف وبتشوف على أن عندنا المزيد من الفوائد المرتفعة خلال الفترة القادمة. طيب ننتقل إلى بريطانيا وأيضا أرقام تضخم بريطانيا، يعني هل تراها إيجابية؟ لأنه يعني في التقارير تقول أن ما زلنا بعيدين تقريبا 5 أضعاف عن المستهدف. صحيح، وفي ظل أن احنا عندنا بنك مركزي من 9 أعضاء لهم حق التصويت، 2 لاجتماعين على التوالي شايفين أن تثبيت الفائدة هو الحل المناسب. فالمشكلة الرئيسية اللي موجودة أن البنك المركزي متخلف بصورة كبيرة عن المفروض أنه هو يتعامل من التجديد ومن قوة التجديد، وخصوصا أنه هو المعدلات الفايدة أعلى من الاتحاد الأوروبي، أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تتراجع بشكل كافي، وعندنا نفس الضغوط اللي موجودة في سوق العمل من ارتفاع الأجور. فده كله بيصب في نفس المشكلة، ان احنا هيكون عندنا معدلات التضخم ستخرج عن السيطرة، لدرجة ان احنا الدايفيرجنس ما بين الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية البريطانية يمكن واصل جدا في الفوتسي اللي بيستفيد من ارتفاع معدلات التضخم بدون تدخل البنك المركزي البريطاني بهذه الارتفاعات الموجودة عندنا. طيب يعني تدخل البنك المركزي او بنك انجلترا في رفع معدلات الفائدة متوقع جدا، ولكن اذا ما تحدثنا عن اوروبا، هم يتوقعوا
أيضا رفع معدلات الفائدة، ولكن بعد بيانات التضخم تحديدا وبالعادة يعني قراراتها تتبع الاحتياط الفيدرالي، هل هذا يؤكد لنا أن هيكون في مستويات رفع يمكن أعلى كمان في المركز أعتقد الأوروبي؟ ولكن أعتقد، آسف على قطعك، ولكن لا أعتقد أن احنا هيكون عندنا مستويات أو هيكون أكتر من التوقعات اللي كانت موجودة في السوق، خصوصا في جانب دوفيش شفناه من المركز الأوروبي، وهو أن التابرنج أو تخفيف أو سحب السيولة من الاقتصاد هيعملوها على مدار 3 شهور ثم يتوقفوا عشان يشوفوا النتيجة، وغالبا مش هيعرفوا يشوفوا حاجة لأن نسبة الفلوس هتسحب تقريبا 50 مليار، مش رقم كبير عشان نقدر أن احنا نشوفه، خصوصا التابرنج هي بروسس مش حاجة قصيرة المدى. طيب نتحدث أخيرا عن قطاع النفط، يعني الكل يتحدث عن التعافي في الصين، هل حتى تقرير أوبك الشهري أيضا تحدث عن تعافي الصين، هل نقول أنه الصين تعافت وكيف نعرف ذلك، يعني ما الدلالات على ذلك؟ يمكن لغاية دلوقتي ما عندناش دلالات واضحة. الدلالة الرئيسية أن يكون عندنا إزالة للقيود، القيود ما زالت موجودة عندنا، نعم بيتم تخفيفها من حين لآخر، ولكن الصين لغاية دلوقتي حريصة بصورة كبيرة على فتح الاقتصاد بتاعها، فلسه مش شايفين انعكاس كبير على الطلب اللي موجود عندنا، وده يمكن ده اللي مخلي تحركات النفط هشة خلال هذه الفترة. يمكن حتى الارتفاعات اللي كانت موجودة كانت مبنية عن المشاكل اللي كانت ممكن تكون بتحصل في تركيا، إغلاق بورت جيهان اللي هو اللي بيتحكم في حوالي 1,000,000 برميل بيتحركوا من خلاله، الخفض روسيا لإنتاجها، كلها عوامل مؤقتة بصورة كبيرة، فما عندناش هذا الحافز من ارتفاع الطلب وتراجع المعروض اللي موجود عندنا عشان يكون عندنا ارتفاعات كبيرة، فعشان كده أتوقع أن احنا مستمرين في نفس المستويات السعرية اللي موجودين عندها دلوقتي. وليد الحلو مدير أبحاث السوق في شركة أمانة كابيتال، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذا كل ما لدي حول الأداء الأسواق العالمية، أعود إلى كيرانا.